زي ما احنا وعدناكم قبل كده كذا مره في كذا لعبه، رقم واحد في كل حاجه. كابتن عمر برولوسي منورنا، وان شاء الله كده بدايه جديده وبدايه قويه لنادي ماتريكس مع تواجد حضرتك، وبنرحب بيك في طنطا وفي نادي ماتريكس. قول لي ايه رايك في نادي ماتريكس؟ حاجه يعني جميله، حاجه تفرح وحاجه تشرف، وحاجه يعني انا ثالث مره اجي في خلال اسبوعين ثلاثه، من كتر المكان عجبني والناس الروح جميله والروح ايجابيه جدا، والناس كلها عايزه تشتغل، والناس مبسوطه ان هنبتدي شغل على طول. الحمد لله قدرنا في وقت قليل جدا، احنا يعني عملنا الاتفاق الاسبوع اللي فات ووعدنا الناس ان احنا يوم 1 ابريل هنبقى موجودين، وهو النهارده 1 ابريل احنا موجودين، معانا المدربين ومعانا الاداريين، والناس هتبتدي تيجي وبتملى الاستمارات، وبيبتدي الاولاد الصغيرين والبنات اللي عايز يجرب يبتدي يجرب عشان نقدر نبتدي التدريبات على طول. فان شاء الله يعني متفائلين جدا. افهم من كده كابتن احنا مش بنتكلم فئه عمريه واحده معينه، لا احنا كل الاعمار، صح كده؟ طبعا طبعا، احنا بنبتدي من سن 4 سنين ومفيش اخر بقى، يعني ولاد بنات الكبار. احنا عندنا في فروع الاكاديميه قبل كده مثلا ساعات الاهالي بتاعت الولاد الصغيرين حتى اللي عمرهم ما لعبوا، اللي لسه عايزين يجربوا يلعبوا، حد عايز يخس، حد عايز يبتدي يتعلم السكواش عشان يبقى بيلعب زي ولاده وبناته. كل الاعمار السنيه ليها برامج فنيه بتاعتها وليها تدريبات بتاعتها، فكل الناس مرحب بيها. حاجه كده قريتها في البورتفوليو بتاع حضرتك ان احنا بنهيئ كمان مدربين، يعني طبعا عايز اعرف ايه فكره؟ طبعا جزء دلوقتي بقى جزء مهم من شغلنا ان احنا بنأهل المدربين ان هم يشتغلوا في تدريب السكواش. احنا طول عمرنا من ساعه ما عملنا الاكاديميه ده كان جزء من شغلنا، بس ابتدينا نهتم بيه اكتر دلوقتي مع التوسع ومع توسع الفروع في المحافظات وفي الحتت البعيده. ابتدى يبقى عندنا بقى حاجه ان احنا يبقى عندنا مدربين من البلاد دي. فاحنا يعني هنا ان شاء الله في نادي ماتريكس عندنا، احنا اوريدي النهارده معانا 2 مدربين من طنطا ولسه العدد هيزيد، ان احنا بنؤهل المدربين اللي من اهل البلد عشان كل مكان يبقى فيه الناس بتوعه، الناس اللي بتشتغل فيه. انا دي حاجه من الحاجات اللي انا بعملها انا شخصيا، ان انا بشتغل معاهم وبقول لهم ايه اللي المفروض يعملوه مع الاولاد والبنات، وايه الحاجات الفنيه اللي المفروض يعلموها لهم، اكننا بنديهم كورسات تدريب عشان يبقوا مؤهلين ان هم يدربوا بطريقه علميه. وكمان جزء تاني مهم ازاي يتعاملوا مع الولاد ومع البنات، عشان دي حاجه مهمه جدا بالذات في السن الصغير، ازاي يتكلموا معاهم، ازاي يشرحوا لهم. فبنأهلهم فنيا وبنأهلهم كمان نفسيا ان هم يقدروا يشتغلوا مع كل الاعمار والمستويات. كنا عايزين نعرف ايه البلان بقى للكومبيتيشنز اللي جايه، هنخش ازاي مسابقات، امتى نقدر نخش مسابقات باسم نادي ماتريكس، ايه الخطوات؟ والله يعني احنا جاهزين، احنا هنبتدي، احنا قلنا النهارده اول يوم لينا، هنبتدي نسجل الولاد والبنات. بنبتدي احنا الاكاديميه عندنا منهج فني عباره عن 5 مستويات، بعد المستوى الخامس بيبتدي الولاد بقى الكويسين يخشوا زي الفريق، مستوى الفريق ومستوى البطولات اللي هي من سن 9 سنين، عشان اول سن البطولات بيبقى تحت 11 سنة. تمام، فاحنا هنبتدي مع الولاد ومع البنات ان شاء الله، هنمشي معاهم بقى ليفل بليفل، واول ما يبقى فيه ولاد او بنات جاهزين ان هم يخشوا في المسابقات هنبتدي بقى نسجل في الاتحاد النادي ونبتدي نشتركوا في البطولات. يعني اقدر اقول ان احنا تارجتنا في الاول المواليد 2009 ولا والله احنا دايما بالذات عشان هنا لسه فرع جديد. احنا اوريدي اي حد عنده من اول 4 سنين بيبتدي يخش، بس ده مش معناها ان لو حد عنده 10 سنين او 12 او 14 وعمره ما لعب انه ما ينفعش يخش، بالعكس كل الولاد والبنات مرحب بيهم. طبعا اللي بيبتدي من سن اصغر عنده فرصه اكتر في المنافسه بعد كده، لكن كل الناس بتتمرن وكل الناس احنا في سن المنافسه لغايه 19 سنه، وبعد كده في بقى الرجال والسيدات والعمومي، فالسن مفتوح. ففي ولاد بيبتدوا متاخر بيبتدي ينافس متاخر، بس برضه بيوصل انه يقدر ينافس ويقدر يلعب في البطولات. فاحنا مرحبين بكل الولاد وكل البنات وكل الناس اللي عايزه تتعلم سكواش. نبتدي الاول ان هم يتعلموا الاساسيات ويبتدوا يخشوا في اللعبه ويحبوا اللعبه وينتظموا في التدريبات، وبعد كده بقى نخش الفيز اللي بعدها بتاعه المنافسات. الحاجه الثانيه اللي هنعملها ان احنا هنبتدي على طول ان احنا ننظم بطولات هنا، يعني طبعا هنا في نادي ماتريكس اكبر مجمع سكواش في الدلتا كلها، 7 ملاعب. زي انا قلت قبل كده في المؤتمر الصحفي ان اتحاد السكواش بصدد ان هو يكون منطقه جديده هي منطقه وسط الدلتا، ان شاء الله نادي ماتريكس يبقى هو يعني ايه السنتر بتاع المنطقه دي ان شاء الله، وان شاء الله يبقى احنا
البلان بتاعتنا ان احنا في الصيف ده على طول في شهر 7 او شهر 8 بالكتير ان احنا ننظم بطوله كبيره على مستوى الجمهوريه يجي فيها كل الولاد والبنات وكل اللعيبه من كل انحاء الجمهوريه عشان الناس تشوف مستوى المنافسه وتشوف الناس وكمان نلفت النظر للنادي وان الناس تيجي تشوف مجمع السكواش ده ان محدش بيصدق يعني احنا كويس ان احنا بنصور جوه الملعب مش بنصور في حته في مكتب عشان الناس تشوف قد ايه الملاعب كويسه وقد ايه مجمع السكواش حلو فبس يهمنا كمان ان الناس تيجي بقى تشوف بنفسها وتجرب الملاعب وتشوف الفاسيلتيز بتاعه النادي كله كده في تحدي كده ان احنا في خلال 3 شهور دول اللي جايين نقدر نكون فريق بسرعه ان شاء الله هيبقى عندنا لعيبه بتلعب ما اعتقدش ان هم هينافسوا في الثلاث شهور بس هننظم البطوله والناس كلها تلعب فالاهم في الفتره الاولانيه ان احنا اللعيبه تبتدي والتمارين تبتدي وان احنا نبتدي ننظم بطولات عشان حتى اللعيبه تتفرج يعني اللعيبه بتاعتنا الصغيرين اللي هيبتدوا يتمرنوا مش لازم حتى يشاركوا في البطوله ان ممكن مستوى المنافسه يبقى جامد قوي مش لازم يشاركوا بس يكون ان هم بييجوا ويتفرجوا ده جزء مهم قوي من التعليم وجزء مهم ان هم يشوفوا الابطال العالميين وابطال الجمهوريه لما بييجوا يلعبوا فان ده اللي يهمنا في الاول ان يبقى فيه جو عام كده وثقافه بتاعه سكواش في تمرينات وفي بطولات بتتعمل وفي مدربين وفي ابطال وفي على طول في جو بتاع سكواش فاحنا ان شاء الله من اول يوم هنعمل كده ان شاء الله ان شاء الله نورتنا يا كابتن وان شاء الله بالتوفيق ونزوركم بقى في مفاجاه ثانيه كده في التنس دي اعلنها لنا قريب جدا نورتونا وشجعوا اولادكم يجوا يشتركوا شجعوا اولادكم يجوا يشوفوا القناه الكبيره اللي بتيجي هنا في الغربيه وبتيجي في نادي ماتريكس زي كابتن بص كده منورنا مهم قوي ان ابني وبنتي يجوا يشوفوا ابطال العالم هنا في الغربيه وعندك هنا في النادي بتاعك ده مسج كده رئيس مجلس الاداره بيوصلها لاهالينا ان بطوله العالم دي مش حاجه بعيده عنك لا بطل العالم قريب منك وهو جنبك وهيساعدك عشان تبقى زيك فمهم جدا ان احنا نعلم اولادنا ازاي نبقى ابطال يلا مستنيكم